لو الحكاية فيها إن فيديو البهد الذي يبذل من هنا وهناك، فالتركيز على طلابنا وعلى جامعتنا له أهداف أخرى. دور هؤلاء أبناؤنا هم قرة أعيننا، هم فلذات أقبالنا. سنعلمهم، سنعدهم، سنمدهم بالمهارات والمعلومات اللازمة، ولن ندخر بهدا. وأنا أوقن تماما أن الكل يتحرك بذات المسؤولية وذات الإحساس والإدراك. كلنا في الجامعات المصرية، كلنا في الحكومة المصرية متضامنون ومعتمدون على الله سبحانه وتعالى من أجل مصر، من أجل الارتقاء بالعنصر البشري المصري تعليما وصحة بإذن الله تعالى في جامعاتنا وفي غير جامعاتنا. كلنا معنيون بالتنمية البشرية المصرية، كلنا يحدون أمل واحد هو مصر، مصر المستقبل، لأننا نملك كل مقومات التقدم، نملك كل مقومات التقدم. وإذا وجد البشر، وإذا وجدت الجامعة، وجدت التنمية. والمطلوب هو إيجاد النظام الذي يحقق ذلك، وهذا هو ما نقوم به ونعمل عليه، وكلنا في ذات الرؤية وفي ذات التوكل.